موقع يلا كورة كمان قال إن أبدا محمد زكريا الحارس الثالث لفريق شباب الثورة الجزائري حزنه بسبب إقصاء فريقه من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال إن مباراة النادي الأهلي تقلبت في نهاية الشوط الأول. قال زكريا كمان في تصريحات خاصة ليلا كورة: ظهرنا بشكل جيد في المباراة أمام النادي الأهلي، لكني لا أعلم أسباب تغيير النتيجة وانقلاب المباراة في نهاية الشوط الأول. قال كمان إن الفريق قادر أو كان قادر على التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن كعادة كورة القدم دايما من يهدر يستقبل أهداف. كمان قال حارس شبيبة الثورة الجزائري: ظهرنا بأداء رجولي كالأبطال في المسابقة، يجب توجيه جزيل الشكر للاعبين، وأرى أن النادي الأهلي هو أقوى فريق في المسابقة والمرشح الأول لحصد اللقب.